السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم أحلامنا الجميلة. وأهلا بيكم في خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة. أوصيكم اليوم بقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الدعاء كما أخبرناكم كثيرا، الدعاء في وقتي إجابة الدعاء في يوم الجمعة، ألا وهو ما بين أذان صلاة الجمعة إن شاء الله حتى إقامة صلاة الجمعة والساعة الأخيرة من بعد عصر هذا اليوم المبارك إن شاء الله. حلقة جديدة معاكم وإن شاء الله ربنا يوفقنا فيها، وزي ما عودناكم بنبدأ بمعلومة مهمة جدا حول العلم لغاية ما تجينا اتصالاتكم ورسائلكم. النهاردة جايبة ليكم مخطوط مكتوب بخط اليد، وهو مخطوط أثري بصراحة، أنا جايبة منه نسخة تصويرية لمعبر رؤى وعالم في تفسير الرؤى من القرن تقريبا من قرن بدايات القرن الثامن الهجري 779 هجريا، يسمى بإبراهيم بن يحيى أبو طاهر المكنى بأبو. الجميل في الموضوع ان انا يعني هو النسخه، شوفوا حضراتكم مكتوبه هنا بخط اليد امامكم. الجميل ان اثناء البحث زي ما كنت دايما بقول لكم ان الحيه لا تعني في كثير من الرؤى سبحان الله العظيم السحر او الاذى او الى اخره، أو ما يتعلق بأمور الجن. هنا بيقول إيه عالم الرؤى ده أو مفسر الرؤى، بيقول ومن رأى حية في منامه وله عدو فإنها عدوه، وإن كان ممن له زرع فإنها زرع، سبحان الله العظيم، وإن كان له مال فإنها ماله، وهي للمريض حياة، وإذا رأى المحروم حية فإنها رزقه وحياته، ويذهب سبحان الله العظيم. أيضا هنا بتقول أو بيقول المفسر أنها تعني حياة للأعزب، زي ما كنا دايما أو كنت بتطرق للنقطة دي، وده كلام ورد من القرن الثامن الهجري أو بدايات القرن الثامن الهجري في المخطوطة اللي حضراتكم قرت لكم منها. الشاهد من الموضوع إيه؟ الشاهد إن هنا العالم أو المفسر لم يتطرق لنقطة السحر أو نقطة الحسد أو أي نقطة من الأمور دي في تفسيراته، اكتفى بالثلاث أسطر دول في التفسير لهذا الرمز أو هذه الدلالة في الرؤية، وده كان أمر طيب جدا. إن ما كانش فيه وقتها سبحان الله العظيم أي، كان يعني القرن الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس لسه ما فيش هذا التباغض اللي احنا وصلنا فيه، وهذا الأذى اللي احنا وصلنا فيه، ان الناس بتأذي بعضيها، وناس مغيبة للأسف في العقيدة، او يعني بيضحك عليها بحجة ان لا ده خير، ده امر فيه كويس الى اخره، غير اللي احنا بنشوفه دلوقتي. وصدق الله العظيم حين قال في كتابه الكريم وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ده يعني سبحان الله العظيم. كمان انا عايزه اقول لكم ان كانت احد الاخوات المتابعه للبرنامج، الحمد لله رب العالمين، ومن كتر ما احنا بنقول الحمد لله خليك مع ربنا، سيبها على الله، سيبها على ربنا، خلي ايمانك بربنا سبحانه وتعالى قوي، بتقول لي كلمتني هاتفيا وبتقول لي انا كنت معلقه حجاب في صدري ما كنتش بشيله ابدا، وكان عايزه اقول لك طول عمري محسسني بان في جبل على صدري او في هم شديد، وانا مش فاهمه يعني هو اللي رحت له عمل لي الحجاب ده وقال لي ما تقلعهوش، قالت لي يعني انا في لحظه مسكت الحجاب ده وخلعته من صدري ورميته، وحسيت بعدها براحه، ما بعدها راحه، وقلت لا انا هخليها على الله وهتوكل على الله وهجعل يقيني بالله عز وجل قوي. ده اللي احنا عايزين نوصل له. معانا اول اتصال، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام احمد، صباح الخير. صباح الفل، اهلا بيكي. بقول لحضرتك انا حلمت بسوق بيتباع فيه رنجه وجبنه بيضاء قريش، بس الرنجه مقطوعه راسها ومتاخد منها السلسله اللي جوه، يعني الرنجه متنظفه. في السوق في ناس، في بياع عليه زحمه وفي بياعين لا. فانا بمشي كده، انا ما خدتش رنجه ولا حاجه، انا هدفي ان انا عايزه اخد جبنه قريش. فحضرتك بلاقي عربيات كده عليها جبنه قريش مش بيضه وصافيه، صفحه فيها اللي هو الغلاف، لما بيكونش صفحه اللي هو الغلاف البني البيج الاصفر. فكل ما اجي الف الاقي نفس النوع، فقلت لا انا هرجع للناس اللي عندهم زحمه، اكيد جبنتهم حلوه عشان الناس بتجيب منها. فانا ما رحت لقيتهم خلصوا. تمام.
فانا بصيت في الرنجه كده لقيتها مفتوحه وبيضه، قلت الله هو في رنجه بتتباع نظيفه؟ وصحيت. في حلم تاني حضرتك؟ حاضر يا ام احمد اتفضلي. في حلم تاني، ابن عمي، مش ابن عمي يعني، والده ابن عم بابا. تمام. لقيته جايب لي صندل. شفتي حضرتك كان في موضه للصنادل الشفافه الغاليه دي اعلاناتها في التلفزيون؟ تمام. هو كان جايب لي واحد كده اللي هو مربع مسدود ومربع واسع. تمام. شبه الرجالي كده. تمام. بس شكله زهري. في لطشات خفيفه بيضه منه فيه. حضرتك متزوجه يا ام احمد صح؟ طيب عندك بنات للزواج؟ مخطوبه. عندك، هي مخطوبه حاليا ما فيش غيرها يعني؟ لا في تاني بس مش مخطوبه ولا حاجه. طيب تمام. فحضرتك ايه لقيت الصندل ده؟ لقيته راح مديني الصندل وما فرحان قوي قوي وبيقول لي انت ايه رايك؟ فانا مستغربه فرحته ليه يعني. قلت له كويس. قال لي لا بس يعني ايه عجبك؟ قلت له كويس عجبني. فانا ايه ببص في الصندل كده يعني جملته باني خدته ماشي. فزي ما تقول حضرتك في عجلة جنبه بتاعته ملفوف فيها حتة مصرينة فرخة. عجلة جنب الصندل ولا عجلة جنب الشخص؟ لا انا لقيتها على جنب، انا الصندل خلاص خدته. تمام. لكن العجلة مركونة بس عارفة ان دي بتاعته. زي ما تقول لحضرتك انا خدت الصندل وعايز امشي، فلقيت حتة مصرينة شبكت في صبعي اللي هو السبابة اللي هو الطويل، صبع مش في واحد قصير واحد طويل كده؟ الوسطى. شبك فيه، فانا مش عارفه شبك ازاي. فانا عايزه اخلص نفسي من حته المصرينه دي، والحته المصرينه دي شكلها يعني زي ما تقولي لمؤاخذه يعني مش مقزز، مش صفحه ورفيعه كده وزي ما تقول خلاص في النهايه. فزي ما تقولي حضرتك انا بسلك نفسي، مش عارفه سلكت نفسي بصبعي اللي جنبه ولا سلكت ببقي. فانا قلت انا كده هيبقى مش عارفه ريحه ايدي وحشه ولا ريحه بقي وحشه علشان انا سلكتها. في حلم صغير قوي. طيب لحظه يا ام احمد، في مشكله وحضرتك بتحليها؟ لا انا في مشكله بس مش بحلها، انا ساكته على بشوف رد فعل اللي قدامي ايه وبعدين احلها. بس انا معقده معقده خطوات ليها. حاضر. بس مش عايزه اصدق. انا عايزه اشوف رد فعل اللي قدامي. تمام. حاضر. في حضرتك حلم تاني غريب كده، فجأة لقيت نفسي ما اعرفش بكلم مين، فبقول له ودني على ودني الشمال فيها حضرتك خراج او دم الكبير مستوي طري عاوز يتفتح. فزي ما تقولي انا حاطه قطنه، ما اعرفش انا بوريه القطنه لمين، ما خدتش بالي من الشخص. فبقول له بص ده هيتفتح ازاي، شوف منزل ايه، زي ما تقول انا حطيت له دواء حاجه بيضه سايله. فانا بقول له بص، مجرد ما حطيت الدواء ده لقيته ايه يا دوبك علم علامة على القطنة انه مخدر او مش مخدر، الخضار اللي هو بتاع لما اخضر السيل بتاع المد يعني. تمام. بس مش اصفر، لا مخدر كده خفيف. تمام. فانا بقول له شوف 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 عامل ازاي ده هيتفتح، ده طري قوي قوي، شوف عامل ازاي، علم ازاي على القطنة. بس انا حسيت عليه على ودني، هو كان في ودني الشمال مش من جوه جوه، لا اللي هو الفجوه. فانا بحس كده بقول يا ده طري قوي ده خلاص هيتفقع. حضرتك عندك مشاكل صحيه في الجهاز الهضمي؟ لا ما اعرفش. لا المعده في حاجه؟ لا. بقالك فتره بتعاني مشاكل في القولون؟ لا. طيب خير ان شاء الله. حاضر يا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نورتينا. طيب هقول لام احمد ارد على رؤاها، لكن هستقبل اتصال جديد. السلام عليكم. اهلا يا ام سمر، صباح الخير. السلام عليكم. الو، تقريبا انقطع الاتصال. معانا ام احمد المنام الاول. طبعا احنا هنا في يعني من العادات المصريه هو وجود الرنجه في الوقت ده من السنه، او تفكير في موضوع الرنجه الى اخره، لكن المنام اللي قدامي ليس رؤيه ولكنه حديث نفس. المنام الثاني او الرؤيه الثانيه بتشير
انه زوج لاحد بناتك من قرابه اهلك، ولكن هناك رجل يعيق، ان الحمد لله الزيجه دي هتكون ميسره جدا، وهتكون ان شاء الله يعني فيها من اليسر والبركه لهذه البنت اللي هيتقدم لها شخص يكون فيه ان شاء الله مكانه طيبه ومتيسر ماديا والله اعلم، ولكن هناك من يعيق هذا الامر والله اعلى واعلم. وحضرتك بتحاولي ان انت يعني هتحاولي اما حضرتك بتقولي ان حضرتك بتشيليها اما ببقك او بايدك، فهنا الفم هو محل الكلام، فحضرتك اما هتتكلمي في الموضوع عشان تضعي لهذا الانسان اللي بيتدخل لافشال هذا الزواج حد، اما انك هتتعاملي باليد، واليد هنا مش شرط ان هي تكون الضرب، ولكن ربما بالوقفات الحاده او ان حد يتدخل من الرجال لاقناع هذا الشخص بهذه الزيجه والله اعلى واعلم، او انه حق ليكي حد من قرابتك او من اهلك هيساعدك، يكون في ان شاء الله مد يد المساعده لك لتحصلي على هذا الحق. وحضرتك زي ما سالتك قلت ان انا مستنيه اعرف هاخد خطوات ايه، فالخطوات اما هتاخديها بالقول بالكلام، اما انك هتضطري ان انت تتخذي اجراء قانوني والله اعلى واعلم. اما الخراج اللي موجود في ودن حضرتك الشمال على الاخص، اعتقد انه ربما خلاف شديد بينك وبين امرأة او فتاة من اهلك، وهذا الخلاف مسبب ليكي ألم نفسي شديد جدا، وحضرتك مش قادرة تتناسيه، وربما أن فعل هذه البنت فعل أو فعل هذه المرأة أو بنت حضرتك أو فتاة حضرتك تعرفيها كان فعل شديد جدا. أسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينكما إن شاء الله، وهينصلح الأمر بإذن الله. معنا اتصال، أهلا يا أم سمر. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت صليت استخارة في خطيب بنتي. خيرا. كانت حصلت خناقه بيناتهم كده يعني، واستخرت فشفت كده رؤية ان انا يعني هو في بيتنا في بيت ابويا يعني، وبعدين هو جاي طالع لبره كده وانا على الكنبه، فبقول له انت مش هتجيب لنا اللبن البودره؟ فراح مشي، قال لي ايوه مشي. وبعدين لقيته يعني باعت لي لبن في حاجه كده. طيب حاضر يا ام سمر، يا ريت حضرتك تتصلي بينا مره تانية، لان انا يدوبك وصلت لمعلومه واحده في الرؤيه، وخيرا ان شاء الله. اهلا يا امة الله، السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله، ازيك يا مدام اسماء؟ الحمد لله في نعمه والله، ازي حضرتك؟ فينا والله، ربنا يبارك فيكي ويعزك يا رب. الله يبارك. معلش انا عندي بس حلمين. اتفضلي. انا عندي حلمين صغيرين بس يا استاذه اسماء. اتفضلي. ليا واحده صديقه شافت ان انا وهي محنيين ايدينا، فبعدين بتقول لي بصي ايديا الحنه فيها بس مش طبعه قوي، وانا بقول لها نفس الحكايه برضه الحنه مش طبعه قوي. الحلم الثاني كان انا منفصله، فكان في واحد يعني متقدم كموضوع جواز بس الموضوع يعني ما تمش. فحلمت ان انا كان عندي ترينج قديم فان انا بديهوله. فعايزه لو تكرمتي بس اعرف. طيب حضرتك الصديقه هي كمان مش متزوجه؟ هي ارمله. هو حضراتكم انتوا الاثنين في سن زواج ما شاء الله. طيب حاضر. شكرا. خيرا ان شاء الله. كون ان حضرتك الصديقه شافت هذا المنام في الحنه والله اعلى واعلم، الامور الطيبه وخصوصا للمراه ان شاء الله، فهي زياده في زينه هذه المراه وزياده في حالها ان شاء الله الى الخير باذن الله تعالى، رغم ان برضو الحنه سواء للرجال او للنساء هي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كون ان حضرتك بتقولي في امر، فهنا ربما ان حضرتك والصديقه يتقدم لكم يعني ازواج للزواج ان شاء الله في اوقات متقاربه باذن الله تعالى. اما موضوع الترنج اللي حضرتك بتديه لهذا الشخص اللي يعني ربما ان انت بتفكري فيه، او اللي هو يعني تقدم وما حصلش ان هو تقدم، ربما محاولات للعوده
ما بينك وبين هذا الرجل، ولكن أعتقد أنت أعطيتي ولم تأخذي، لأن الأخذ إذا خدت أي شيء من الملبوسات في المنام من أي رجل فهو الستر من هذا الرجل لك، ويكون الستر بالزواج إن شاء الله، ولكن أنت أعطيتي فربما يتقدم ليكي حد تاني يكون في خير عن هذا الرجل، والله أعلى وأعلم. معانا اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم ندى. السلام عليك يا دكتورة أسلام. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. أنا عندي حلمين دكتورة أسلام. اتفضلي يا حبيبتي. ماشي. أول حلم اللي هو والدتي كانت نامت يعني وجت قبل الفجر بشوية كده، حلمت لي إن في حد بيجري ورايا يعني مستهدفني وعايز يعني يأذيني. فبعدين قامت ردت قايلة إيه؟ خدتني منهم يعني، انا طفشت ورحت عندنا في العزبه يعني، خدتني منهم. فبقول احنا عايزينها، قالت لهم لا انا مش هجيبها لكم، انتوا وديتوا بنتي فين؟ بنتي مش هنا، انتوا تجيبوا لي بنتي بدل ما بهدلكم واعمل واخلي فيكم. فسلفي انا ما بكلموش، فهو واقف بيصغر لامي، هو قريبها يعني، فبيبص لها بس مش حلو، بقول لها لا هاتيها احنا عايزينها. ام ندى معلش، انت في خلاف بينك وبين زوجك؟ لا والله ما فيش. الحمد لله. طيب. فهي بقى قامت مفزوعه وصلت الفجر، فهي قلقانه من الحلم. لا خير ان شاء الله. حاضر. طب معلش الحلم الثاني. اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت يعني اللهم احفظنا يا رب، في كتير اللهم احفظنا اللهم احفظنا تعابين كتير جدا. كلها رفيعه وصفرة وكتير. وبعدين في تعابين صفرة صفرة؟ صفرة وكتير ورفيعه. تمام. كتير، ابويا بيقول لي اطلعي على السرير. هيقرصوكوا يبهدلوكوا. قلت له بس انا ما عملتش فيهم حاجه، هم بيؤذوني ليا كتير جايين عليا انا. عندك مشاكل في القولون يا ام ندى؟ عندي. فبعدين قلت لها على السرير، فطلعت على السرير جنب والدي، لقيت تعبان شكله غريب قوي، بنيابه طالعه وعينيه واسعه وطاير الملفوف طاير قبل مني. فده يعني صراحة قلقانه جامد منه. لا يعني. خير، حاضر ان شاء الله. الله يخليك. ما رحتيش لدكتور الجهاز متخصص الجهاز الهضمي؟ لا انا حامل في التوأم، انا قايله لك. يا حبيبتي ربنا يتمم حملك على خير يا رب العالمين. اخبارك ايه مع التحصين؟ في ايه؟ بتحصني نفسك كويس بالاسكار؟ انا بتابع، انا بتابع القناه على طول وبتابع كله، بس انا بقالي فتره حالتي النفسيه مش كويسه. هو يعني حاضر. المنام الاول الخاص بوالدتك يا ام ندى واضح ان في بعض الهموم وبعض المشاكل محيطه بيكي وحد متسبب ليكي فيها وبيلحقك دايما. اقفلي طيب وهرد عليكي عشان الاتصال ما يكلفش عليكي. وحد بيلاحقك دايما بالمشاكل، عشان كده انا سالتك لوجود رمز سلفك في المنام وهو من قرابه اهل زوجك او يعني اخو زوجك، فهنا الدلاله واضحه ان ربما اهل زوجك متسببين ليكي ببعض المضايقات اللي بتضايقك او بتسبب ليكي التعب النفسي اللي انت بتقولي عليه. اما المنام الثاني والله اعلى واعلم، اعتقد انه حلم من الشيطان. احرصي دوما على الاذكار واداب النوم، وان انت دايما بتحصني نفسك اول ما تقومي باذكار الصباح واذكار المساء، وان شاء الله لن يصيبك شيء. ولما تشوفي رؤيه زي دي حاولي ان انت او منام زي دوت حلم من الشيطان زي دوت تستكثري من الاستعاذه، تلزمي الاستعاذه وتطلعي صدقه بنيه ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك الشيطان ويحفظك ان شاء الله انت واولادك واجناتك باذن الله. اسال الله عز وجل ان يتم حملك على الخير وان يرزقك باولادك ترينهم ان شاء الله قره عين باذن الله تعالى. ولغايه ما يجي لنا اتصال جديد. عندنا برضو بعض التساؤلات اللي دايما بتيجي وبتتكرر منكم واحنا جاوبنا عليها كتير في الحلقات، لكن يعني سبحان الله العظيم بتتكرر علينا تاني، اللي هو برضو ان انا بشوف نفسي بقع كتير. احنا قلنا قبل كده ان في هناك ما يسمى بالكابوس المنقذ، وده عشان انت بتبقى نايم بوضعيه خاطئه وبتعيق الدوره الدمويه. وبرضو ايضا في امر اخر، ان السقوط اذا كان سبحان الله العظيم بيدل ايضا عند علماء الرقية او الشيوخ المتخصصين بالرقية على ان هذا الشخص مصاب بامر متعلق والعياذ بالله بامور الجن. الامر المهم ان انا يعني سبحان الله العظيم اثناء البحث لقيت ان السقوط من مكان
عالي او مكانة عالية الى مكانة اقل، وسبحان الله انت لسه ما خبطتش في الارض. اهل العلم قال انه سقوط في امور ديني هذا الرأي. يعني ايه؟ يعني انت بتصل الى مرحلة كبيرة جدا من الطاعة والالتزام بها والاقبال على ربنا سبحانه وتعالى، وللأسف بتفتن فتنة شديدة جدا، وسبحان الله يعقب هذا العلو في الهمة والاقبال على الله عز وجل سقوط وفتور في الهمة في بعض أعمال الخير وأعمال الصلاح، وربما تقصير شديد وفتنة في أمور الدين والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فده أمر السقوط. أنت دلوقتي لما تشوف نفسك بتسقط، عشان ما نسألش تاني على إشارة السقوط، أول حاجة أشوف هل أنا نومي مريح؟ يبقى خلاص أنا عديت المرحلة دي، يبقى عديت إن أنا ما عنديش أي شيء. طيب تاني حاجة احوالي ايه، او اول حاجة احوالي ايه مع ربنا وفي العبادة. ان كنت انت فعلا بعيد عن ربنا ومقصر في امور العبادة، فده والله اعلى واعلم تأخذ منه ان هدي نذارة ليك، وعليك ان تنتبه، والله اعلى واعلم. هنا برضو سؤال تاني بيقول ممكن نشوف اكتر من منام في الليلة الواحدة. قلنا برضو قبل كده وقررنا معاكم ان فعلا ممكن الانسان يرى اكثر من رؤية في الليلة الواحدة، وده دلالته الرؤية اللي قالها ملك مصر واوردها ليوسف عليه السلام في البقرات والسنابل، كانت رؤيتين في نومة واحدة. هذا الله اعلى واعلم. معنا اتصال. اهلا يا امة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا صوت يا سيدي اسماء، انا عندي ثلاث رؤى سريعة. اتفضلي. هي الرؤية الأولانية هي والدتي المتوفية. الله يرحمها. حلمت ان هي في الأوضة، فهي أكنها رجعت تاني، فأنا بقول لها إذا فبكلمها يعني، فقالت لي شوفي، رفعت لي هدومها كده مكان معدتها، هي كانت عاملة استئصال أصلا وتعبانة على طول من معدتها، فرفعت لي هدومها وشاورت لي على معدتها مكلكعة كده في الحلم. فبقول لها ايه ده؟ قالت لي شايفة باباك كان عارف سيبني 3 أيام، وكان عارف ان انا عايزة ارجع في الأوضة، وعمل نفسه مش واخد باله وراح الأنتريه وسابني، ومرات اخويا اسمها زينب. قالت لي وزينب جابت لي الحلة عشان ارجع فيها، حتى كانت بتغسل. قعدت اقول لها خليك انت بتغسلي، بتقول جابت لي الحلة وانا عشان ارجع فيها. وجت فانا بقول لها يا خبر ابيض، انت لسه معدتك بتوجعك برضه؟ قالت لي لا خلاص. وبعد كده ظهر لي خالي، هو متوفى برضه، فبيقول لي افضل حاجه عملتيني دعاء، كنا واقفين انا وهو وبابا وامي في الصاله، فبيقول لي افضل حاجه عملتيها ان انت عملتي بوصيتها، ان انت دفنتيها في المنصوره زي ما قالت. قلت له لا، انا مش انا اللي عملت كده، ده بابا هو اللي عمل كل حاجه، هو اللي كان مجهز الدفن وكل حاجه. فبابا كان واقف لابس جلابيه بني جديده، وهو اصلا شعره فيه ابيض. في الرؤيه شعره فيه اسمر خالص وجميل، وجايبه على جنب، ده هو فرح قوي لما انا قلت ان هو اللي عمل كل حاجه، وكان واقف قعد. وكان واقف قعد. بس كده الرؤيه دي. ده والدك يا امة الله صح؟ ده والدي. وفي الرؤية التانية دي بقى اخويا اللي شافها لها، شاف ان هي رجعت برضه، بس كانت بلبس اللي هو الازرق بتاع الدعاية ده ومتعظم، بس عليها رمل. فبيقول لها ايه الرمل اللي عليكي ده كله؟ فقالت له الرمل ده شاويه الجسم. وبعد كده بتقول له ما ينفعش تنادولي، ما ينفعش تنادولي دعاء. اللي هو انا يعني بنتها. فبيقول انت جاي، بيتصلوا بالتليفون بيا اخواتي احمد ومحمد، ف انا جيت، بيقول انت جيتي على طول، انا ما بيني وما بينها مسافه بعيده، بس انا في رؤيه بقى بيقول انت جيتي على طول، وفي ايدك مصحف ووشك منور قوي وابيض، ودخلتي بالمصحف بس ما كلمتيش اي حد خالص. بس دي برضه خلصت على كده. خيرا ان شاء الله. في رؤيه بقى تالته دي ليا انا، حلمت ان احنا حلمت ان احنا رايحين امتحان، كلنا رايحين نمتحن، بس اكننا رايحين بفساتين بيضة، فساتين فرح جميله. بس انا كان فستاني كان اجمل فستان، يعني كان كده عباره عن قطعتين الحمد لله وطويل، واحنا رايحين نمتحن انا ليا زميلتي اسمها دعاء، فهي كان حاجتي معاها التليفون والورق والبتاع،
بس انا ماشيه مع زميلتي الثانيه اسمها مروه واحنا ماشيين فانا نسيت الحاجات بقى مع دعاء سايبه التليفون والحاجه فعماله اقول لها يلا يا مروه هنتاخر على الامتحان الساعه خلاص فاضل 10 دقايق هي عماله تعطلني ودعاء بقول لها طب هاتي التليفون اتصل بدعاء تجيب لي حاجته عشان اروح امتحن عماله تعطلني وراحت داخله هي بقى محل فيه لحمه كده بيبيع لحمه وقفت هي مع الشاب اللي هو كان واقف وبعد كده شويه شويه اخوها ظهر وهي قلعت الفستان بتاعها بقى وهي لبست الجلابيه عاديه ووافقه كانها بتبيع مع اخوها لحمه وانا مصممه ان انا عايزه اروح امتحن قلت خلاص مش مهم مش راضيه تديني التليفون ان انا اتصل ما اتصلتش ولقيت بنت كده ظهرت لي بس البنت دي بقى بلبس مدرسه بنت صغيره قلت لها يلا ايه ان احنا هنروح نمتحن مع بعض فمشيت معاها واحنا رايحين نمتحن فبقول لها ايه ده احتمال يجيبوا السؤال الاولاني بقول لها احتمال موضوع التعديل يجي على الانتخابات فقلت لها مش عارفه لو جه هنكتب ايه المهم احنا ماشيين وانا بمتحن بقى انا حسيت ان الموضوع فعلا جه عن كده بس لقيت نفسي بكتب بقى وبحل حل وهي قالت لي ما تعرفيش المفاجاه ان الانتخابات هتبقى اخر اليوم بس مش عارفه دي ايه يعني في البيت. طيب دعاء انت بتحفظي القران او بتتابعي حلقه علم؟ انا فعلا بروح بتحفيظ طيب وصلتي لكام جزء في القران دلوقتي؟ لا انا بصراحه انا عشان بعيد وكان بالتجويد كويس انا كنت في فانا كنت في البدايه في الرابع بس عشان بعيد تحفيظه بدات من الاول تاني هما على طول بيختبروكم في الدار هي يعتبر كل مره تسميع وبتسال في اللي فات تمام يا حبيبي تمام حاضر معلش يا دعاء قبل ما تقفلي صديقتك دعاء حد عندها متوفى لا طيب خير في الفتره دي لا طيب خير ان شاء الله حاضر طيب. المنام الاول والمنام الثاني والله اعلى وعالم كل اللي اقدر اقوله لك من منامك منام الوالده رحمها الله اللي شفتيه انت وشافه اخوكي يا دعاء يعني ان انتم تلزموا الدعاء للوالده رحمها الله والصدقه ويا ريت تبقى الصدقه جاريه هناك كان تقصير من البعض في حق هذه المرأة وهي على قيد الحياة وربما انها يعني كان تقصير من الوالد ده امر يعني واضح في المنام الاول المنام الثاني ان هي عايزة بتقول هتولي دعاء وده مش الرمز ليكي انت ان انت دعاء على الاخص لا هي تريد منكم الدعاء لها رحمها الله والصدقة الجارية هكمل معاكي دعاء بس استقبل الاتصال السلام عليكم اهلا يا ام تامر اهلا ازيك يا دكتوره الحمد لله ازيك يا حبيبتي الحمد لله انا عندي حلم لو سمحت اقوله اتفضلي طب انا عندي طفل متوفى بقاله 20 سنه وهو سنه 5 سنين ربنا يا رب يجعله شفيع ليكي يوم القيامه ان شاء الله اللهم امين فانا شفت في محل واحد فرارجي عندنا في البلد اسمه الاستاذ توفيق فشفت واقف فيه كده وزعلان فبقول له ده ابني فمشغل عنده ده ابني قال لي لا ده هو بيشتغل عندي قلت له لا ده ابني وشهادته عندي انا شهادته عندي الشهاده بتاعته عندي واروح اجيب لك شهادته واجي هو في الحقيقه الفرارج ده اسمه الاستاذ توفيق مش في الحلم بس فانا بقول له لا ده شهادته عندي ورحت جبت الشهاده من البيت ورحت اديت له الشهاده قلت له لا دي شهاده ابني وهات ودي ابني ما يشتغلش عندك هاته وقمت واخده ابني ومشي الشيخ كان زعلان وواقف عنده كده في الحلم طيب حضرتك شريكه مع اي حد في تجاره او مشروع لا حتى فلوس عند حد شايلها لا 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 مش عارفه حتى عندك ولاد متجوزين لسه قريب عندي بنت متجوزه بقالها يجي 4 سنين حامل لا لسه يعني فيها كانت مخلفه قبل كده بس في حاجات يعني عقبه كده في السكه يعني في لا ان شاء الله خير باذن الله طبعا عند حضرتك اولاد عندي ولدين في سن زواج واحد متزوج وواحد لسه طيب حاضر يا ام تامر في رؤيه تانية؟ لا شكرا ربنا يبارك فيك يا رب حاضر هرد على حضرتك شكرا لاتصالك هكمل مع امة الله فهنا يا امة الله او مع دعاء فهنا دعاء كل اللي هي يعني هي بتقول ما ينفعش تنادولي دعاء يعني هي مش عايزاكي انت على الاخص ولكن ناخذ منه الاسم ان هذه المراه في الدار الاخره تحتاج الى الصدقه والى الدعاء فالزموه لها رحمها الله رحمه واسعه.
اما والدك يعني ان شاء الله الدلاله اللي انت قلتيها انه رجل يعني تحسنت اموره، او انه ما شاء الله اصبح اكثر اقبالا على الله عز وجل بعد وفاه والدك او والدتك الله يرحمها، واصبح يعني في زيادة في العمل الصالح. وفاة الوالدة كان مؤثر جدا في والدك، بحيث أنه خلاه سبحان الله كان في إقبال دائم في الطاعات والعمل الخير والمحافظة على صلواته إلى آخره من هذه الأعمال الصالحة. طيب معانا اتصال جديد وهكمل معاكي. السلام عليكم، أهلا يا عفاف. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا حبيبتي. ماشي يا ماما، لو سمحت، انا دايما بشوف الحلم ان انا بامتحن، مش عارفه حاجه، وجابت اخر وقت خالص يعني على اخر لحظه، وبص الاقي ورقه جات لي بالاجابه وحل يعني، وربنا بيترجع عليا في الاخر. اخبارك في الالتزام ايه، او في المحافظه على الصلوات وقراءه القران الى اخره؟ الحمد لله ملتزمه في الصلاه. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يزيدك يا رب. طيب حاضر. طبعا هنا عندي المنام الاخير، واضح ان هذه الفساتين البيضاء ليكي والاخت دعاء، والله اعلى واعلم، ربما انه ان شاء الله يعني فضل الله عليكم في اتمام حفظ كتاب الله ان شاء الله، وتكونوا باذن الله مبلغين لهذا يعني هذا العلم الذي تعلمتموه أنت وهي. ولكن اعلمي تماما أنك أنت طريقك في حفظ القرآن كله سبحان الله يعني هو طريق إلى الجنة، وطريق الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطول ما أنت ماشية بتحفظي وبتزيدي في الحفظ، اعرفي تماما أن يعني أنت في امتحانات دايما، وفي يعني سبحان الله في دايما في نوع من الابتلاءات. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيزيدك رفعة بحفظ كتابه جل وعلا، وبتبقي دايما في محل فتن، ان انت هل هتقدري توصلي، هل هتقدري تستمري، هل انت عايزة ده فعلا ولا لا. فطبعا الى ان تصلي الى تمام كتاب الله ان شاء الله، ويتم الله عز وجل عليك فتفوزي بالمنحة والجائزة بإذن الله. واضح أن صديقتك ربما أن هي تقابلها بعض التعثرات في إتمام حفظها، وتنشغل بأمور في عائلية أو أمور تابعة لأهلها، فتنقطع عن الحفظ معاكي، هذا والله أعلى وأعلم في رؤيك. أما أم تامر والله أعلى وأعلم، أرى من الرؤية إن لم تكن لك فربما أن أحد من أولادك يشارك حد، والمشاركة دي أو يحط ماله في مكان معين، وهو يبتغي من هذا المال إن هو يربح، أو يبتغي منه إن شاء الله إن هو يكسب أو يزيد أو يصل إلى مبتغاه بهذا القصد اللي قصده وضع فيه المال بتاعه. لكن لابد، الرؤية هنا تنبيه، لابد ان ابن حضرتك يضمن حقوقه بالكامل من ورق مكتوب الى اخره الى اخره. وان كنت حضرتك، لان الطفل ده حضرتك بتقولي طفلي انا المتوفى من 20 سنة، فواضح ان المال بتاعك انت او رأس المال اللي هياخده ابن من اولادك، رأس المال دوت هياخده وهيشتغل بيه. يعني يا ريت يكون في تقدير للحقوق، وكل واحد يبقى عارف حقوقه فين وواجباته في ورق مكتوب، حتى لا يضيع حق ليكم، هذا والله اعلى واعلم. عفاف، رؤية الامتحان، احنا قلنا قبل كده يا جماعه ان رؤية الامتحان من الاشياء اولا اللي بناخدها احيانا انها حديث نفس، لانك انت اول فتره في حياتك مريت بيها بامتحانات، فكانت عندك مشاكل وصعوبات وما قدرتش تواجه الامتحانات دي. لكن احيانا بيكونوا اهل الصلاح والتقوى معرضون دايما سبحان الله لرؤية الامتحان دي بتكرر عليهم. بتبقى ايه؟ بتبقى تنبيه لهذا الانسان اللي هو زي ما احنا سألناك يا عفاف وقلتي الحمد لله انك ملتزمة. هذا الانسان سبحان الله العظيم بيكون مقبل على ربنا سبحانه وتعالى، بتكون هي تنبيه لي ان هو ينتبه، خلي بالك انت مقبل على محنة شديدة او امتحان من ربنا سبحانه وتعالى. انت بتقولي في النهاية بتجيني ورقة الاجابة، ورقة الاجابة هي دليل على ايه؟ على اجابة الدعاء اللي انت بتقبلي على الله عز وجل وتسأليه ان يفرج عنك هذه المحنة. كمل معاك يا عفاف بعد ما استقبل الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ما انا
معايا انا بشوف الاحلام، معايا حلم شفته من اكتر من سنه ونص. خير يا رب. بس هو يعني ضايقني شويه، حلمت انا كانت قبل كده تعرضت لازمه صحيه، وبعدين شفت في المنام ان رجلي دي طالع منها دود، بس طيب وما فيهاش حاجه ولا عوار ولا حاجه ولا اي حاجه. طيب حضرتك اسمك ايه حاجه؟ معلش. ام عبد الرحيم. اهلا يا ام عبد الرحيم. طيب يا ام عبد الرحيم معلش، انت ولادك عندك ولاد كبار عايشين معاكي في البيت؟ اكبر حاجه تلت اعداد معايا في البيت. طيب خير ان شاء الله. حاضر يا ام عبد الرحيم، ابشري خير ان شاء الله. لحظه، والاحلام اللي بشوفها الثانيه دايما بنساها ما بشوفهاش من، ودايما طيب. بشوف نفسي في امتحان ورايحه المدرسه بس متاخره. طب طيب. انا كبيره ومتجوزه وعندي اولاد. حاضر حاضر. والحلم بشوفه اكون تعبانه منه ومتضايقه واقوم نفسيتي زي، بس دايما حيوانات بتطاردني. وحيوانات بتطاردك. حاضر يا ام عبد الرحيم. تسلمي لي دكتوره. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي، نورتينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اكمل مع عفاف. فهو يا عفاف دايما المؤمن سبحان الله مصاب، فهنا كل ما تشوفي الامتحان دي بتكون اعداد او رؤيه تمهيد من ربنا سبحانه وتعالى، انت تستعدي وتتسلحي ايمانيا للاقبال على مشكله، او يعني استعداد لمشكله او امر كده يكون فيه شويه ضيق نفسي الى اخره، ان انت تستعدي ايمانيا وتتسلحي بالدعاء والاقبال على الله عز وجل. انت بتقولي دايما بلاقي ورقه الاجابه ويعلمكم الله، فربنا سبحانه وتعالى هنا بيهديكي الى الدعاء ويوفقك الى الدعاء. الحمد لله رب العالمين. على فكره يا جماعه الدعاء رزق، يعني ما تقولش ان انا سبحان الله العظيم انا ممكن ادعي في اي وقت، لا، ده هو سبحان الله بيبقى رزق من عند ربنا، ان انت ربنا في لحظه كده يفتح عليك وتلاقي نفسك بتدعي بتدعي وبتطلب من ربنا وبتساله الى اخره سبحان الله العظيم. واحيانا ما يبقاش الوقت اللي انت بتدعي فيه هو اوقات من اوقات اجابه الدعوه، لا، بيبقى ساعه مخصوصه او وقت مخصوص بتاعك انت ربنا بيرزقك اياه، تلاقي نفسك سبحان الله العظيم فجاه كده بتقول يا رب ارزقني كذا، يا رب اديني كذا، يا رب. دي بقى يعني وقتها اسال الله عز وجل من فضله وكثف في الدعاء واطلب يا سيدي كل حاجه، ما تبخلش على نفسك واطلب لعلها تكون ساعه اجابه خاصه بحضرتك او خاصه بحضرتك ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيها، فما تبخليش ولا تبخل، اكثر من الدعاء لنفسك ولأولادك ولكل المسلمين. آمين يا رب العالمين، يصلحنا يا رب كلنا. طيب الأمر أم عبد الرحيم برضو هنا عندي بتقول إن هي شافت في المنام كانت متعرضة لأزمة صحية وشافت رجليها إنها بتطلع منها دود، فوالله على وأعلم خروج الدود من جزء من أجزاء الجسم خصوصا اللي هي يعني الأجزاء العادية زي الجسم عادي، ما عدا منطقتين ليهم تأويل آخر، لكن هنا في الرؤية بتاعت أم عبد الرحيم هنا إشارة أن هذا الأذى زال عنك ولله الحمد، وأنت تحسنت صحيا بعد المنام ده، وإن كنت شفتي المنام دوت قبل العملية أو قبل الأزمة الصحية اللي أنت تعرضتي ليها، فكان الدليل أن أنت هتتعرضي لهذا الأمر أو تتعرضي لمشكلة صحية، وربنا هينجيكي منها على خير ولله الحمد، دلالة أن أنت شفتي هذا الشيء خرج وبعد عنك. دايما بتقول سؤال تاني أن أنا بنسى أحلامي. احنا قلنا يا جماعة ان نسيان الاحلام، هو انا ليه بشوف احلام او يعني احلامي او امتى ان انا اشوف احلام؟ قلنا ان الاحلام بنشوفها او الرؤى على الاخص بنشوفها حسب احتياجنا احنا ليها في حياتنا، ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها لينا مبشرات او منذرات بيرسلها لينا. ليه انا بنسى؟ قلنا اكتر من مره قبل كده، احسبك على خير يا ام عبد الرحيم ولا ازكيك على الله، اكتر من سبب لنسيان الاحلام. اول حاجه ان هذا الانسان والله اعلى واعلم، احسبك انت على خير، ولكن انا هنا بقول كل اسباب نسيان الاحلام عشان يبقى عندنا كلنا المعلومه الكامله ان شاء الله. اول حاجه ان احنا الانسان اللي هو بيبقى بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وبيرى اهوال شديده جدا لاهوال يوم القيامه، فسبحان الله حتى من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيك ان انت بتطمس عليك هذه الاهوال حتى لا تراها وتفزع وتكون العبه في يد الشيطان، فربنا سبحانه وتعالى بيريك بتدرج. السنه الكونيه في خلق الله عز وجل هي التدرج، حتى معانا في الاحلام وحتى معانا في الرؤى. تاني نقطة ان انت انسان تقي وعلى صلاح،
وقريب من ربنا سبحانه وتعالى، فيريك الجنة ويريك مقعدك من الجنة ويريك ثوابك عند الله عز وجل وكل أمور الخير بإذن الله، ولكن يطمسها أيضا عليك هنا حتى تكون تزيد في العمل الصالح وتقبل على الله عز وجل أكثر فأكثر. هكمل مع الأسباب نسيان مع بعد ما استقبل الاتصال. السلام عليكم. أهلا يا بسمة، صباح الخير. السلام عليكم. طيب عندي برضو سبب مهم جدا، ان كثرة الذنوب والمعاصي بتجعل حاجز ما بيني وبين ان اتذكر الرؤية. واستدلنا او استشهدنا بقول الشافعي رحمه الله حين سأل وكيع: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال: القرآن نور ونور الله لا يهدى لعاصٍ. سبحان الله العظيم، هنا كل ما هو من عند الله هو نور تحجبه حتى الرؤية الصالحة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرؤية الصالحة الصادقة من الله جل وعلا، فهنا حتى الرؤية تحجب عنك ليه، ويحجب الخير اللي فيها ليه، ويحجب حاجات كتيرة فيها أنت رزقت إن أنت تشوفها تحجب عنك وتطمس عنك وتنساها. ليه؟ لأن في ذنوب ومحتاجة إن أنت تتوب منها، ومعاصي محتاج إن أنت تتركها وتبعد عنها وتتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح. عندي بقى أسباب تانية، دي الأسباب يعني المتعلقة بحالتنا الإيمانية ومتعلقة بعلاقتنا بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. في أسباب مكانية زي إيه؟ زي ان انا بنام وبنام في وسط دوشة، بنام وفي جهاز شغال، في حاجة نشرة، في تسجيل شغال، في اصوات دوشة حواليا. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تداخل ما بين العوامل الخارجية. هكمل معاكم وبعد بعد ما استقبل الاتصال. السلام عليكم. اهلا يا ام محمد. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ الله يسلمك، نورتينا، اتفضلي. انا حلمت لولادي بس على اللي عنده طفل تعبان في المستشفى، ربنا يا رب يعافيه، وحاسه اللي هو يعني حلمت اللي هو الله اكبر ايديه مكسوره وعافيه لشلل كده، وكان بابا بره وبتصل عليه وبقول له محمد ايديه اتكسرت لسه طالع من المستشفى وايديه اتكسرت. رحت بقى المستشفى يقول الدكتور المتخصص يروح عشان يعمل له عمليه، بس مش عارفه الحلمه دي يعني. خير ان شاء الله. شوفي يا ام محمد، انا هرد عليكي انت في عجاله. اولا دي ليست رؤية ولكنها حلم من الشيطان ليصيبك بالفزع والخوف على ابنك. كل اللي هنعمله ايه؟ ان احنا نلح على الله عز وجل بالدعاء ان يشفي الولد ان شاء الله. تاني حاجة ان احنا نخرج من الصدقة، تطلعي من الصدقة اي شيء، مش لازم فلوس، ممكن وجبة اكل، ممكن لبس عندك، ممكن اي حاجة تطلعيها صدقة لله بنية ربنا سبحانه وتعالى يشفي ابنك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه نداوي مرضانا بالصدقة، داو مرضانا أقوم بالصدقة، هذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم. رابع أو ثالث حاجة أنصحك أن أنت تقرأي عليه بالرقية، مش لازم تجيبي له شيخ يعني أنه يقرأ عليه، ولكن أنصحك أن أنت تجمعي كفك كده على فمك زي ما أنت شايفاني كده، وتقرأي الفاتحة 7 مرات، فاتحة الكتاب تقرأيها 7 مرات، تمام؟ معايا؟ أيوة. 7 مرات 7 مرات 7 مرات. أي. تمام، تقرأيها. أي. بعد ما تقرأيها تمسحي على مكان الألم في اللي بيعاني منه ابنك، تداومي على الموضوع ده أكتر من مرة في اليوم، وتداومي عليه أكتر من يوم، وتداومي عليه على طول، وأسأل الله عز وجل أن يشفي لك ابنك بإذن الله تعالى. ودعواتكم كل مشاهدينا النهاردة، ما تنسوش أختكم الكريمة أم محمد في وقتي إجابة الدعاء إن شاء الله. ان شاء الله ما ننساكيش من الدعاء، ويبرأ ابنك ويرد اليك ان شاء الله تقري به عينا. ده في عجالة منام ام محمد. ارجع تاني معاكم لموضوع قضية نسيان الاحلام. فقلنا ان المنبهات الخارجية او المؤثرات الخارجية بتعمل ايه؟ بتعمل ان انت اولا تاخد جزئية من المنام او من الرؤية وتنقطع بان انت سمعت نشرة،
وسمعت آية من القرآن، لأن أنت مشغل قرآن وأنت نايم. على فكرة بالمناسبة إحنا يعني نشغل القرآن وما ننامش، يعني نشغل القرآن ونستمع وننصت ونتدبر. في ناس بتشغل القرآن وتنام وتقول أصلا أنا بحب أنام وأنا مشغلة القرآن. لا، اقرأي من كتاب الله، افتحي كتاب الله واقرأي لك ورد أو جزء من القرآن ونامي. لكن إن إحنا نشغل القرآن ونام يبقى ونمنا يعني الله مستعان، ما سمعتش ليه دليل في أقوال أهل العلم بصراحة. المهم دي تاني نقطة. طيب تالت نقطة، المكان اللي أنا بنام عليه شكله إيه؟ بيفضل طول الليل أبقى قلقانة، المخدة مش مظبوطة، وقلنا الكلام ده لحضراتهم قبل كده. ده بيعمل تقطع أيضا لموضوع إن ثبات المنام بيحصل فيه تشتت. طيب العلماء النفس قالوا ان الانسان بيمر باربع مراحل، وبعض الكتب بصراحه لقيت فيها سبع مراحل. يعني وانا ببحث لقيت ان في اربع مراحل لمراحل النوم، وبعض العلماء الاخرين قالوا ان هي سبع مراحل، ولكن هنقول ان هي اربع مراحل. الانسان لو مر في اربع مراحل النوم دي، بالمرحله الاولى والثانيه ممكن يفتكر منامه، ولكن لو مرحله الثالثه ما يقدرش يفتكر منامه بينساه. المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة النوم العميق، يعني هنقول ان 20% من الناس اللي بتصل لمرحلة النوم العميق هم اللي بيتذكروا احلامهم، لكن 80% ما بيقدروش. بيختلفوا الناس في موضوع المرحلة الرابعة ان هم يفتكروا، 20% بيفتكروا و 80% ما بيفتكروش. يبقى احنا ما بننامش مرتاحين. في امر تاني مهم جدا، اول ما بصحى من النوم ايه اللي بيحصل؟ اول ما بفتح عيني، بدل ما بقعد او اقول دعاء الاستيقاظ واقوم يعني اقوم نوم اقوم من السرير، لان في ناس الله المستعان بيقوموا من الفراش قومة ممكن والعياذ بالله تسبب لهم اضرار جسمانيه، لا نقوم نعتدل كده بالراحه وننزل من الفراش ونقول دعاء الاستيقاظ ونخش طبعا نتوضا ونصلي. لكن في ناس اول ما بتصحى من النوم بتعمل ايه؟ ياه ده انا نسيت، انا النهارده هعمل اكل كذا، ياه ده انا ما روقتش الاوضه دي امبارح ولازم اعملها النهارده، ارتبها النهارده، يا ده انا عندي شغل في الحته الفلانيه. كمل معاكم بعد الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا دعاء. انا صح لسه مكلمه حضرتك. طب بالنسبه هي انت بتقولي حضرتك ان والدي كان فيه مثلا مقصر في حقها، طب ما هو مرات اخويا في الحقيقه ما كانتش برضه واقفه معاها ولا حاجه، بس في الرؤيه ان هي جايبه لها الحله. انت ما تعرفيش، ما دخلتيش في اللي كانت بتعمله. هذه المرأة اللي هي زوجة أخوكي كانت بره بالوالدة، وكانت بتعينها، ربما أنتم ما كنتوش بتشوفوا ده، وربما إنها بعد وفاتها هي بره بيها بالدعاء والصدقة ليها، وأنتم ما تعرفوش ده. يعني هي ده، يعني هو الرؤية دي تعتبر زي ما هي، يعني هي واضحة أن هناك كان من يبر بهذه المرأة في حياتها وهي على قيد الحياة، وكان هناك من يقصر في حقها، والله أعلى وأعلم. وربما أن الرؤية هنا دل أن هو مش الأب، ربما ابن من ولادها كان هو اللي مقصر في حقها. طب وبالنسبة للرمل اللي هو في الرؤية الثانية؟ شوفي يا دعاء، كل اللي أقدر أقوله لك من الرؤية أن أنتم تلزموا الدعاء للمتوفاة وتلزموا له الصدقة، والأفضل تكون الصدقة الجارية. هذه المرأة في ذمة الله أو عند الله عز وجل في الدار الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويعفو عنها، وأن يرزقها إن شاء الله الدرجات العلى في أعلى جنان الخلد، اللهم أمين رب العالمين. تفضلي. بس حضرتك انا كنت قلت لك رؤيا ليها قبل كده ان هي شفتها وهي قاعده على السرير ووشها مليان، فحضرتك قلت لي ودي برضو بشاره. بشوفي يا دعاء، احيانا الانسان في الدار الاخره، ويا جماعه انا كل اللي بيهتم بموضوع الدار الاخره وكل اللي بيهتم بموضوع علاقه الاموات بالاحياء انصحه ان هو يجيب او يشتري كتاب ابن القيم، الروح لابن القيم، في معلومات كتيره جدا ومعلومات حلوه جدا هتقدروا تعرفوا بيها امور كتيره جدا نافعه ومفيده. احيانا الانسان في الدار الاخره، المتوفى في الدار الاخره يحتاج الى ان يعتلي درجه اخرى او ان يصعد درجه اعلى، تمام؟ فهنا ياتي العمل الصالح من اهله او من الولد الصالح الذي يدعو له يرفع قدره. فهنا كونه ان احنا شفناها قبل كده في رؤيه مبشره، هذا امر طبيعي عادي جدا، ولكن هنا هي تحتاج الى الزياده من الدعاء والعمل الصالح
والصدقة لها، فليس يعني ما فيش خلاف. قفلتي؟ طيب نكمل معاكم في نقطة الله مستعان النسيان، وقلنا دي على الإجمال هي أمور نسيان الرؤية. أختي الكريمة برضو أم عبد الرحمن بتقول إن أنا دايما بشوف نفسي في الامتحان، وفصلناها لما عرضت علينا رؤية عفاف إن أنا بشوف دايما هي نفسي تقريبا ما فيش زيادة. لأهل الصلاح هي بشارة بالتثبيت من عند الله عز وجل في وقت المحن إن شاء الله، وإن كانت لأهل البعد عن الله عز وجل فهي نذارة شديدة للعودة إلى طريق الحق. عندي هنا بتقول حيوانات بتطاردني دايما الحيوانات، يعني مشايخ الرقية يقول الحيوانات لما بتتشاف في المنام فهي دل على أمور السحر وأمور الحسد إلى آخره، وقلنا قبل كده وجبنا بعض الرموز الدالة على والعياذ بالله الأمور أو اللي بترد الرموز دي أو الدلالات دي في المنام تكون دالة على هذه الأشياء، عافانا الله وإياكم آمين يا رب العالمين. لكن هنا وجود الحيوانات إنها بتطرد الإنسان، هنا يبص الإنسان لحاله مع ربنا سبحانه وتعالى. إن كان من أهل الالتزام فهذه ربما أنها أحلام شيطانية يريد الإنسان أن يفزعه وأن يجعله تاركا لأمور الطاعات فيصيبه الخوف لما رأى من حيوانات بتطارده والهلع والفزع، فيعرض عن طاعاته ويعرض عن الذكر اللي هو بيلزمه، وهنا تملك منه الشيطان. فهنا الشيطان بيترصد لهذا الإنسان دوما بيوريه ما يفزعه في المنام حتى يخاف ويقلق. لا، احنا لما نشوف الحاجات دي في المنام نعرف انها من الشيطان، نقوم من النوم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونتوضأ ونصلي ونقول أداب الرؤية المكروهة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، التفل على اليسار والتحويل على الجنب اللي كنا نايمين عليه، والسنة ان احنا ننام على الجنب اليمين افضل من اي نومة تانية او اي وضعية تانية. وايضا يعني يقوم بقى يصلي يتوضى ويصلي ركعتين ويرجع تاني ينام تاني. وطبعا احسابك ان شاء الله انت محافظة على التحصين، ودي احلام من الشيطان والله اعلى واعلم. حلمت ان في شقتي 3 عصافير، وحلم اخر اني اشتريت 3 عيدان قصب. دي فروع الاس ام اس اللي كانت من الحلقه اللي فاتت وعدناكم ان احنا نقولها المره دي، والله اعلى واعلم، ربما انها حديث نفس وليست رؤية. حلمت اني بكحل عيني ولون اسود قوي مستخبية ومغطية تحت ترابيزة مطلقة، ارجو التفسير. هو تكحيل العين، العين هنا احيانا تدل على ديني هذا الرأي، والتكحيل يدل على زيادة في التزام وزيادة في قراءته للقرآن وحفظه لدينه بالتزام بالطاعات ولله الحمد. اما هنا دي امرأة مطلقة، او لو كانت عزباء وترى الكحل في عينيها انها بتتكحل، فده دليل وبشارة زواج والله اعلى واعلم. رأيت اخي المتوفي مدفون فيه وانقطعت الرؤية، نسأل الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة، الزموا له من الصدقة والدعاء. عندي رؤية تانية بتقول حلمت ان انا ولدت ولم ارى المولود، ودخلت مكان يشابه الجامع، وبعد كده تقريبا المنام بتاعها انقطع لم يكتمل في الاس ام اس. عموما الولاده قلنا في المنام هي بشاره خير، ليه؟ لانها مرحله المخاض من اصعب المراحل اللي بتمر بيها المراه، ومش المراه بس، كل المحاطين بيها في انتظار المولود الجديد. فدي بشاره ان شاء الله ان هذا الضيق الشديد اللي انت فيه بإذن الله تعالى سينفرج. هكمل معاكم بعد ما استقبل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. اتفضلي. عندي شفت في الرؤية في حلم يعني إن أنا ماشية في طريق، وبعدين لقيت عربية واقفة فاخدت منها المفاتيح وكده بتاعتها. وبعدين بصيت لقيت التليفون بتاعي ضاع. فعمالة ادور على التليفون ما مش لاقياه. مشيت في طريق يعني فيه نقص. رحت فكنت جعانة فراح هو عاطيلي كلت وكده، بس ما كلت ما شبعتش يعني. ده كده حلم. ابني ده شاف حلم برضه. بس
شايل اخته جاية يعني من سوق وشايلة سرق كبير وفي فاكهة وفي خضار وفي بس هي راح شالوا عنها فمش قادر يشيلوا عنها وكده في فتاجيل خالص وكده تمام. وبعدين في حلم تاني برضو ان انا بشوف ام كبيره الست كبيره وكده في حدود 55 سنه العمر الطويل على طاعه الله معايا اولادي كبار وكده فبشوف اطفال كل يوم بشوف اطفال كل يوم ان انا شايفه اطفال صغيره وبنتي متجوزه وابني متجوز يعني. طيب بنتك حامل او زوجه ابنك حامل؟ بنتي اللي يا دوبك حامل يعني بس من قبليها من فتره يعني وانا اشوف الاطفال دي. طيب حاضر خير. حضرتك بطبيعتك بتحب الاطفال. ولو في ابن الجيران او بنت الجيران الصغيرين بتنادي عليهم وتديهم اي حاجه من عندك او كده صح؟ ايوه صحيح. طيب حاضر يا اختي الكريمه نورتينا شكرا لاتصالك. معانا اتصال تاني وهكمل معاكي. مين؟ اهلا يا ام هناء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. لو سمحت حلمت انا معايا اولاد الحمد لله كتار الحمد لله يعني معايا سبع عيال اللهم بارك وثلاث بنات الحمد لله. فحلمت ابني الاصغر فيهم في الجيش فحلمت اني صاحي ماشي على الجيش ان شاء الله انما انا نسيت مصاحي فتاخر بس زي ما يكون قاعده في بيت صاله كده كبيره ومش بيتنا وابوه متوفي فحلمته قاعد في معانا يعني زي ما يكون قاعد عايش معايا فحلمت اتاخرت ما صحيهوش فصحيت على غفله قال الساعه 10 المفروض يمشي الساعه 6 فلما اقوم اتاخر اعمل له شاي بلبن بسرعه يعني ما حصلش انا بتاخر يعني عمرها ما حصلت فبعمل له الشاي بسرعه قال بلبن عشان يمشي فدخل ابني اللي هو المفروض موجود معايا في المكان يعني متزوج وبنت اللي متجوزه في مدينه ثانيه ومش عايشه معايا صحيت قال من النوم زي ما يكون هي مدرسه برضه صاحيه متاخره فقامت بعد كده ليا ابن تاني في المدينه في مدينه غير مدينتنا وهو معاه عربيه فحلمت قال جاي فتحت الباب لي لقيته جاي مشي في عربيته جاي في عربيه زي ما يكون تاكسي عربيه سايقها سواق يعني شاب فلقيته نايم في العربيه قال ابني ده اسمه محمد ساكن في مدينه غير اللي انا ساكن فيها لا بيشتغل يعني لقيته نايم في العربية ففتحت بقول يا ولدي فأول ما فتحت اتعدل يعني عدلته وقالوا مسكته دخلته من الباب البيت يعني فدخل معي عادي مش تعبان للدرجة يعني فحاولت أرد للشاب اللي اداني فلوس فهو لقى راح طلع هو فلوس حوالي 100 جنيه واداها للشاب فبعدين المفروض أعمل لابني ده اللي هو ماشي متأخر شايب لبن لا حسيت ترابيزة زي سفرة وحطيتها حاجة في الطبق حاجه في طبق مش فاكراها ازاي هو شايب لبن وحطيته في طبق فكلت منه بنتي دي دايما متاخره وكل منه ابني اللي دخل وزي ما يكون ابني برضه كان تعبان ده ودخل وهو كل واحد كل حاجه بس مش عارفه عشان ابني اللي هو في الجيش وابني الثاني هو اللي شفته في العربيه تعبان هو مشغول ايه يعني لا خير ان شاء الله يا امها ابن محمد ده اللي لقيته جاي في العربيه تعبان وجايبه واحد في عربيه زي مش عربيته يعني حلمت له اخته برضه من كام يوم حلم اخته الكبرى يعني بنتي الثانيه حلمت ان هي قدمتني على عمره وبعد ما رجعت من العمره دخلت بيتنا فلقيته نايم في الاوضه بتاعته وحط ايده تحت خده وباصص كده مش بيتكلم فقالت له قال يا محمد مالك يا محمد كلمني يا محمد مالك فبيجي يبقه وشلفته ايه تنفخ وتفش تتنفخ وتفش وما يتكلمش فقالت لما لقيته بالمنظر ده بكيت. بس فعايزه لو سمحتي اشوف ده. حاضر يا ام هناء معلش هو فاضله قد ايه في الجيش؟ لا اللي شافت للابن الثاني اللي كان في العربيه مش في الجيش. تمام مدينه جنبين. طيب. انما الابن في الجيش ده كان صاحي بس متاخر المفروض يمشي الساعه 6 صحيت له الساعه 10 وبعمل له الفطور. طيب حبيبتي انا عايزه طيب. في الجيش ان شاء الله باقي له شهر ولا حاجه هيخلص انما انا الحلم على ابني هو اللي ساكن في مدينه ثانيه وحلمته في العربيه جاي تعبان واخته حلمته بعد ما قدمتني بقولت مال عمره وجات البيت لقيته نايم ومش بيتكلم بس صاحي. هو متزوج؟ هو والله كانت حصلت معاه مشكله اتزوج وطلق
هي يعني هي الرؤية واضحة ان هو عنده مشكلة وهو يعني مش عارف يحلها، ومش انتوا مش برضو مش يعني مش هتوصلوا لحلول زي ما هو عايز، يعني مش عارفين انتوا تراضوه زي ما هو عايز، وفي في في كده مشكلة هو او ازمة هو بيمر بيها، وانتم يعني مش هتعرفوا تحلوا له المشكلة دي لانه عايز رأي معين او عايز حاجة معينة عايز يعملها. ما هي المشكلة ان اتجوز الواحدة مش من مصر. فلما سابها يعني خلاص، فخالت البنت ومشيت، فمش عارف يجيبها يعني او حد تخليه يكتبها باسمه. هي مشكلته دي، هي ما هي دي المشكله، ما هي ده المنام اللي شافته اخته. وحاضر هرد عليك يا ام هناء. اقفلي التليفون. هنا الرؤيه الخاصه بحضرتك الاولى هي والله على اعلم ارى منها ان في مناسبه طيبه ان شاء الله في بيتك هتحصل باذن الله قريب، ولكن هذا الابن اللي يعني ربما في خلال الشهر دوت اللي هو فاضل له اللي في الجيش فاضل له ان هو ينهي الشهر بتاعه ده على خير ان شاء الله، ربما ان المناسبة دي تحصل في بيتكم ان شاء الله، وابن حضرتك اللي في الجيش يتأخر على حضور المناسبة دي. المنام التاني والله اعلى واعلم هي ان ابن حضرتك دوت، وبرضو اللي شفناه في المنام الاول ان هو برضو بيعاني مشكلة زي ما حضرتك قلتي. نسأل الله عز وجل ان يصلح حالنا وحاله يا رب العالمين. في اصرار وفي عناد منه هو على رأي معين، وحضراتكم معندين على رأي معين. الرؤية التانية قد يعني تبشر حضرتك ان حضرتك تعتمري الى بيت الله الحرام بإذن الله، او انها العمرة هي محاولة ان حضرتك بتتدخلي عشان تعمري الامور ما بقت، تعمري امور ابنك او تجعلي فيها اصلاح. يعني هنا العمرة ممكن تكون اصلاح لامور ابنك بيدك انت، انت اللي تتدخلي وانت اللي تاخدي قرار يناسب ابنك ويناسب اتجاهكم انتم كمان بالحل ان شاء الله. معنا اتصال جديد. السلام عليكم. اهلا يا سالي. ايوه اتفضلي. كان عندي معلش حلمين كده. انا طالبه في ثانويه عامه، فانا حلمت ان شايله شنطه وكده فيها كتب كتير ومش قادره ان انا امشي منها، وفي عربيه واقفه مستنياني علشان اركب رايحه الدرس، وكنت ماسكه في ايدي زي ما تكون زرعه. سنه كام يا سالي؟ ايه؟ سنه كام؟ في ثانويه عامه. ربنا معاكي يا حبيبتي. الله يسلمك. وفقك ان شاء الله. فانا ماسكه زرعه، فهي من تشيل شنطه وكتب تقيله، فالزرعه اتكسرت مني بس من فوق. ده اول حلم. تاني حاجه، فانا في حد متقدم لي وكده وانا موافقه عليه وكده، وانسان كويس. اتقدم لك رسمي يا سالي؟ ايوه. طيب. فانا موافقه عليه وكده، وانسان كويس وحافظ القران وازهاره وكده. فانا حلمت مره ان انا هو بناكل مع بعض من نفس الطبق. صحيت لقيت اذان الفجر هيقول، وصليت ونمت تاني. حلمت نفس الحلم، هو مش بنفس الطريقه بس برضه بناكل انا وهو. ومره تانية حلمت ان انا وهو بنأذن مع بعض عشان هو بيأذن في الجامع وكده. بتأذنوا؟ طيب. بس يعني في بعض الاوقات تانية بحلم ساعات برضه ان هو مثلا بنادي عليه مش بيجي لي يعني كده. حاضر يا سالي. ماشي متشكرة. انا اسمع حضرتك من التلفزيون. ان شاء الله يا حبيبتي تنورين. الاخت الكريمة اللي قالت انها شافت عربية واقفة واخدت مفاتيحها وبعدين تليفونها ضاع منها، والله اعلى واعلم حضرتك بتحاولي او عندك الله مستعان امر هتسعي فيه، وحضرتك يعني الامر ده او السعي ده في بعض الصعوبات، ولكن ربما ان حضرتك تملكي مفاتيح هذا الامر، يعني حضرتك تملكي حل المشكلة دي او حل التعثر بتاع الموضوع دوت بعد فضل الله وتيسير الله جل وعلا. فارجو وموضوع تضييع التليفون، ان الموضوع اللي حضرتك فيه في كلام كتير جدا من الناس وفي محاولات لافشال الموضوع ده، ولكن يتم على الخير. رؤيا ابن حضرتك هي بشاره ان شاء الله برزق طيب حلال، كل الزروع والفاكهه ان شاء الله خير لهذا الراي باذن الله تعالى في ارزاق حلال. معنا اتصال. السلام عليكم.
اهلا يا ام كريم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا استاذه. صباح النور، اتفضلي. مع حضرتك ام كريم. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا، واهلا بكل اهل مرسى مطروح حبايبنا واهلنا. الله يخليك يا ست الكل، الله يخليك. وانا معاكي. والله عايزه احكي لحضرتك رؤيه كده. اتفضلي. والله انا اختي ليا اخواتي في اسكندريه. فانا حلمت ان في واحده فيهم بتجوز بالثانيه، بالثانيه دي متجوزه. وفي فرح جامد قوي قوي، واقفه انا واخويا بنتفرجهم، واحنا داخلين لقينا عروسه خارجه لابسه احمر والناس عماله ترش ملح، والملح ايه داخل عينيا. فانا بتخانق مع الراجل بقول له ايه ده، قال لي يا ست ما فيهاش حاجه ده، وبيرشوا مقطعين ورد كده وبيرشوا ملح وورد. قال لي يا ست ده ورد ما يجراش حاجه. وانا واخويا واقفين اتفرجوا. العروسه دي غريبه. فدخلت لقيت بنت اختي قاعده في الكشك وحوالين منها فاضي. بقول له يا ابني فين اختك عشان اديها نقطتها. فراح قال لي ايه، قال لي تعالى ندور عليها. بدور عليها لقيتها ايه ماسكه اختي اللي اصغر مننا عريانه في الحمام وبتحميها. فشافتني راحت موطيه كده في الارض مش عايزه توريني نفسها يعني، وبتحميها ومليانه صابون كده. وبعدين بقول لها انت فين يا اختي عشان اديك نقطتك. فالمهم ايه اللي هي العريانه دي انا ما بكلمهاش. فقالت لي انا صلحت لها 50 جنيه مجمده اديتها لها، وخدت بعضي ومشيت، وهي ايه برضه ايه بتكمل الحماه لبتها، وانا واخويا واقفين نتفرجوا، واقفين نتفرجوا على الفرح، واقفين نتفرجوا عليها وهي بتستحمى. طيب شفتي في المنام يا ام كريم او سمعتي اي موسيقى، اي رقص، اي حاجه؟ لا، هو كان في فرح وناس ياما قوي قوي قوي. فلما العروسه اللي كانت في المسرح طلعت اللي لابسه احمر دي وعينها بيرص ورد وملح، لقيت المسرح فضي فضي على بيت اختي. فقعدت لوحدي حتى ما شافتنا اي، نطت من على المسرح كده وجيت. بس كان زي ما حضرتك كده ما يعني اصلا كان في طبل ومزيكا، كان في طبل. وبعد ما العروسه دي خرجت قال لي بنت اختي زي المكبوسه كده وبدور على امها عشان اديها نقطتها. فلقيتها حاطه اختي في الحمام زي اوضه كده كلها كراكيب ووحشه خالص. واختي ايه اللي هي مش ام العروسه الثانيه دي واقفه عيانه وواقفه بتحميها. فانا اديت ام العروسه دي اديتها 50 جنيه، وبتاعه دي متجوزه. اديتها 50 جنيه بس واقفه انا واخويا مش مبسوطين يعني، واقفين متفرجين. طيب انا عايزه اسال بس يا ام كريم، انت مقاطعاهم؟ مفيش غير اخوكي ده هو اللي انت علاقتك بيه طيبه؟ كان هي مين؟ اخوكي اللي في اخويا. انا العلاقه مع اخويا طيبه جدا يعني. طيب حاضر يا ام كريم هرد عليك. ماشي يا ست الكل. حاضر يا حبيبتي. هرد عليك يا ام كريم في عجاله يا جماعه، معلش اسمحوا لي، اسمحي لي يا سالي. شوفي يا ام كريم، الرؤيه هنا على امرين، ولكن اقدم وجه عن وجه. تمام، اقدم لك الوجه الافضل في هذا او هذا التعبير او هذه الرؤيه، الا وهو ان في ان شاء الله مناسبه طيبه في المكان، وللاسف هم يخبوا عليكي وانت تعرفي قدرا يعني، تعرفي بالصدفه، ما حدش يعني بتسالي فجاه كده فتلاقي فيه فرح، تلاقي فيه موضوع وتروحي لاختك فعلا عشان تجامليهم، او تروحي لاهلك في اسكندريه عشان تجامليهم، ويخجلوا جدا ويشعروا بالخجل، ودي دلاله العري اللي انت شفتيه في المنام من اختك او بنت اختك، يخجلوا جدا منك ان انت جيتي رغم ان هم لم يعلموكي بهذا الامر. اسال الله عز وجل الاصلاح لك بينك وبين اخواتك، ونصيحه ليكي صليهم وروحي زوريهم واسالي عليهم بالتليفون واطمني عليهم، نصيحه مني ليكي يعني اسالي عليهم. هذا والله اعلى واعلم. السلام عليكم، مين معانا؟ يا قمر. اهلا يا قمر. ممكن اقول الحلم بتاعي؟ اتفضلي يا حبيبه قلبي اتفضلي. انا حلمت ان انا واختي ماشيين، فلقينا فجر موز، بقيت تقول لي لو كان معانا فلوس دلوقتي كنا نجيب من الموز ده، والموز ده كبير وشكله حلو. انا لو وقعت في فحره كده فيها ميه وواحد قام جه مقومني منها. عندك كام سنه يا قمر؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 16.
16، عندك مشاكل في جهاز تنفسي يعني بتكحي كل فتره كده وعندك مشكله كده في جهاز تنفسي؟ ايوه. وكل فتره بتروحي للدكتور بتاخدي بخاخات او اي حاجه؟ لا. تعملي جلسات تنفس؟ لا يا دكتور. طيب يا حبيبتي حاضر بس ليش. كده اه خلاص. حاضر يا عم. خلاص ماشي. طيب يا حبيبتي هنا عندي سالي. شوف يا سالي، الرؤية الأولى الخاصة بالشيء اللي اتكسر منك، أعتقد إن في مادة معينة من المواد بتاعتك، أنت الحمد لله المواد كلها تمام ومذاكراها، لكن في مادة معينة اهتمي بيها وأنت بتعاني فيها من صعوبات من دلوقتي، فنصيحتي ليكي ان المادة دي تحاولي تلميها وتهتمي بيها وتذاكريها كويس جدا، لان لا قدر الله ممكن تكون مؤثرة جدا في المجموع معاكي، وقتها هتقولي يا ريتني كنت اهتميت بيها وذاكرتها كويس. فنصيحتي ليكي ان انت تهتمي بالمادة دي، وسيبك من موضوع الخطوبة والخطيب اللي متقدم لك دلوقتي، ونركز اهتمامنا على ان خلاص مفيش غير شهر ونص او شهرين تقريبا في شهر 4 على امتحانات الثانوية العامة، فنركز الاول والاولى في الدراسة. وهقول لك على الرؤى بتاعتك ولا بقية الرؤى، لكن اما استقبل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا ام شريف. ام سيف لو سمحتي. ام سيف اهلا نورتينا يا ام سيف. انقطع الاتصال، عود الاتصال بينا تاني يا ام سيف. شوف يا سالي، المنام التاني الاكل، كونك بتاكلي من طبق واحد مع نفس الشخص ده اللي متقدم لك او اللي هو خطيبك او اللي متقدم لك وانت موافقه عليه، فيعني الاكل يعني العيش او اللي بيعيننا على الحياه، وكونه في طبق واحد فهي حياه مشاركه بينك وبين هذا الشخص ان شاء الله، ويعني زي ما بنقول كده في ان شاء الله ليك عيش معاه وهو لي عيش معاكي، لكما خير ان شاء الله مع بعض باذن الله تعالى، فدي بشاره بالزواج من هذا الشخص باذن الله. كونك ان انت وهو بتأذنه فهذا الاذان هو عقد القران ان شاء الله، يعني كتب كتابك انت وهو باذن الله تعالى، والاذان لكتب الكتاب ان شاء الله، ويمكن يكون ان شاء الله في وقت قريب باذن الله. لكن نصيحتي ليكي بقى، احنا طمناكي اهو بخصوص العريس اللي متقدم لك، نصيحتي ليكي بقى بنتي ان انت تتركي كل التفكير ده دلوقتي، ونبتدي نهتم شويه بمذاكرتنا عشان ما تجيش ماده تكون بسيطه وسهله جدا، اي نعم احنا بنهملها شويه، وتيجي تكسر لنا المجموع بتاعنا وتؤذينا في التقديم لكليه كويسه احنا بنطمح ليها. ده نصحتك، واسال الله عز وجل لك التوفيق، ولداليا مستمعتنا مشاهدتنا الكريمه برضو في الثانويه العامه، وما ننساش مصطفى، وما ننساش ندعي لهم كلهم ان شاء الله بالتوفيق في الثانويه العامه. عندي بنتي الجميله قمر بتقول ان انا باكل في شجره موز. شوفي يا قمر، هنا الموز هو امر يعني ان شاء الله، او اكله في المنام هو امره طيب، فهو من الفواكه عموما، واحيانا كثيرا يؤول بالعلم، فانت ربما تروحي في تتعلمي، اعتقد انت عندك 16 سنه يبقى رايحه مرحله ثانويه، او انت دخلتي مرحله ثانويه تبتدي تقبلي على مرحله تعليميه جديده، وربما انك انت تواجهي شويه صعوبات، اما وقوعك في الحفره اللي هي فيها ماء فوالله اعلى واعلم، ربما ان هي تنبيه ان انت بيعودك كل شويه تعب في جهازك التنفسي، وادوار برد او دور برد متعاقب ومزمن معاكي، فاتمنى ان انت يا بنتي تقولي لوالدتك انها توديك الطبيب عشان يتابعك قبل ما الموضوع والعياذ بالله يتطور لشيء غيره. طيب معانا مين اتصال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه اسماء؟ اهلا يا ام عبد الله. ازيك حضرتك؟ جوزي حلم ليا ان انا حامل وجبت ولد، فهو فاكر ان انا جبت بنت، فقلت له لا ده ولد. فهو شاله وهو شايله على صدره كده، بيقرا قران. فقال خلاص يا عبد الله هاجي لك اخي وعشان تروح الجيش يا عبد الله، وصح على كده يعني هو عايز يربي عبد الله ويوديه الجيش يعني. الو، عايز يربي عبد الله ويوديه الجيش يا فندم؟ معلش ولا يهمك. طيب حضرتك دلوقتي بتقولي حضرتك حامل؟ لا انا ست، عندي 50 سنه كبيره مش صغيره. طيب عبد الله عنده كام سنه؟ نعم عبد الله عنده شعيب، بسمع الولد ده شعيب. عندك انت ابن اسمه عبد الله؟ نعم عندي ابن واحد بس وبنتي وخلاص. طيب حد فيهم هيتزوج او متزوج؟
وعندي حلم كمان يا دكتورة أسماء لو سمحت. أم عبد الله، حد من ولادك تزوج أو متزوج؟ حد من ولادي إيه؟ تزوج أو متزوج؟ لا لا خالص، ابني اسمي عنده 20 سنة وبنت عندها 18 سنة. طيب يا حبيبتي كملي الرؤية الثانية يا أم عبد الله. معلش دي واحدة رؤية واحدة صغيرة جدا. اتفضلي. ولقيت كمان حلمت من سنتين ثلاثة إن واحد قال لي أنت دمت الجنة، واحد شكله جميل جدا قال لي أنت دمت الجنة. وصحيت على كده. دمت الجنة؟ أنت دمت الجنة وصحيت على كده. خير إن شاء الله حاضر. شكرا، سلام عليكم. عفوا، سلام. يعني المنام الأول لأم عبد الله ربما إن ده زواج لأحد أبنائك إن شاء الله، وإن هو يرزق بولد بإذن الله تعالى، والقراءة للقرآن ده دليل إن هذا الولد يكون إن شاء الله ولد صالح بإذن الله تعالى. إما إنه الزوجة هنا ليست يعني حضرتك بالنسبة للزوج، ولكن زوجته ربما تكون عمله، فهو يرزق في أمره طيب في عمله إن شاء الله، وهذا بعد فضل الله عز وجل له، التزامه وصلاحه ينفعه بإذن الله تعالى، وقربه من الله كان سببا في عطايا الله عز وجل له. هذا بالنسبة لرؤية زوجك. هكمل لحضرتك رؤياك بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا عبير، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، ازيك انت؟ الحمد لله. حضرتك انا حلمت النهارده ان انا كان علي امتحان في مادة الدين، بس ما امتحنتهوش يعني. ما كتبتش ورقة الاجابة، سبته وطلعت. في حاجة عندك كم سنة يا عبير؟ انا 18 سنة. 18 سنة. ثالثة سنة. طيب يا حبيبتي، حاضر يا عبير، في رؤية تانية؟ لا حضرتك، شكرا. طيب خير ان شاء الله. ام عبد الله، الرؤية التانية والله اعلى واعلم هي تبشر انك زوجة صالحة لزوجك، حسابك على خير ان شاء الله، ولا زكي على الله احد. ما شاء الله انت زوجة طيبة وامرأة صالحة ومعينة لزوجك ولله الحمد، وهذا ثوابه وفضله ان شاء الله انك تكوني والله اعلى واعلم من اهل الجنة باذن الله. ولكن يا جماعة احنا مش بنحب نقول الكلام ده لبعض الناس حتى لا تركن، لان لابد ان انت شوفي، انا اقول لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او حديث قدسي يقول فيه المولى جل وعلا، سبحان الله، اتذكر الحديث، أن المرء يعمل من عمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع، ثم يعمل عمل من عمل أهل النار، فسبحان الله فيلقى فيها. فهنا نحن لا نأمن مكر الله جل وعلا، وهنا احنا لا نركن، احنا على طول نكون في إقبال على الله جل وعلا، ورجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. معنا اتصال. الو. طيب هنا برضو دي، فما شاء الله حسابك على خير يا ام عبد الله، ولو زكيكي على الله جل وعلا. عندي عبير 18 سنه. شوفي يا عبير، المنام دوت ممكن اقول لك ان هو حديث نفس، تمام؟ لان انك انت في فتره امتحانات جايه عليكي، وانت في ثالثه ثانوي الى اخره والكلام ده كله، فاهتمي بالمواد اللي عندك، لكن ده مش حديث نفس، ده هناك تقصير، لان الماده اللي انت بتقولي عليها امتحان في ماده الدين، فهنا في يعني امور الدين عندك تحتاج الى اهتمام، طاعاتك، صلواتك تحافظي عليها، قراءتك للقران، ولا تاخذك امور الدراسه والمذاكره الى اخره عن ان انت تؤدي صلواتك في وقتها هذا، والله اعلى واعلم. اكمل معاكم. طيب معلومه كده، لان الوقت قرب يخلص معاكم. في ناس كتير بتقول لي انا دايما بشوف، اللهم المستعان، بشوف الاموات كتير، ورغم ان انا يعني الاموات من اهلي، زوج اختي فلان انا ما اعرفوش، لكن اموات كتير انا بشوفهم في منامي، وبيجولي وبيدوني حاجات كويسة، او بيعملوني معاملة كويسة، حتى ان اقاربهم بيتصلوا احيانا، او انا بوصل لهم اخبار المتوفيين عن لاقاربهم وهكذا. فهنا ده سبحان الله العظيم يعني إشارة على أمر هام جدا، أن هذا الرأي لهؤلاء اللي هو ملهوش علاقة بيهم، ممكن يكون علاقة قرابة، ممكن يكون علاقة بعيدة يعني معارف،
إن هذا الإنسان كثير الدعاء لأموات المسلمين عامة، وهؤلاء خاصة كثير الدعاء وكثير الصدقة وكثير الإحسان والبر لهم، كمان إيه وصال لأرحام هؤلاء، يعني علاقته طيبة بيهم بينه وبينهم. فده دليل على إيه؟ إن هو يعني دعواته بتأتي إلى هؤلاء في الدار الآخرة إن شاء الله رحمة لما هم فيه، فيأتي هذا الظهور له كثير في المنام. وإن شاء الله نتكلم عن موضوع بالتفصيل، وزي ما نصحتكم إن أنتوا تحاولوا إن أنتوا تجيبوا كتاب ابن القيم، الروح لابن القيم، الروح لابن القيم، كتاب قيم جدا أنصح الجميع بقراءته، وهو موجود على الإنترنت ومتوفر للي بيتعامل مع الإنترنت ممكن هو يحمله. وحلقتنا خلصت معاكم، وأتمنى إن شاء الله إن أنا أكون وفقته. ولو في أي سؤال بتسألوه زي النهاردة أم عبد الرحيم ما شاء الله معانا سألت أسئلة متعلقة بالعلم نفسه، ليه أنا بنسى، ليه بشوف حاجات حيوانات إلى آخره، فدي ما تدخلش في نطاق الرؤى ولكن تدخل في نطاق العلم، إن هي بتسأل عن العلم. الحلقة مرت معاكم بسرعة، والنهاردة يوم طيب ومبارك، أوصيكم بالدعاء، وما تنسينيش في دعوة في ظهر الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مجابة إن شاء الله. فأسألكم الدعاء لي والدعاء لمصر والدعاء لكل أمة الإسلام يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن كنت وفقت فيما قدمت من معلومة ونصيحة وتعبير، فأسأل الله عز وجل منه وحده الأجر والمثوبة، إن أصبت فمن الله جل وعلا وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ألقاكم على خير إن شاء الله غدا بإذن الله في حلقة جديدة يوم السبت صباحا، ونستودعكم الرحمن، نوصيكم بذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. استودعكم الرحمن، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.